المنتزه الخاصه. النهارده معاكم مش سمر صلاح، هنراجع جزء بسيط من ماده اللغه العربيه على درس اريد ان اكون طبيبا. اريد ان اكون طبيبا، الاب مهاره حل المشكلات لانقاذ حياه المرضى ومهارات التواصل مع التطور ومساعده الاخرين، التفكير الجيد. طيب عندي اولاد بيقول لي اول سؤال استخرج اسما، استخرج اسما. الاسم زي اسم انسان، اسم حيوان، نبات، جماد وهكذا. طيب عندي الاسم يا اولاد، وقلنا كمان ان في مجموعه حاجات او علامات بتبين لي ان ده اسم من الفعل، وقلنا ان هو اول حاجه ان الكلمه يكون فيها الف ولام او تاء مربوطه او يوجد بها تنوين او يسبقها حرف جر او ايضا يسبقها يا نداء. طيب عندي كلمة الأب، الأب كلمة الأب، أحسنتم، كلمة الأب اسم. طيب رقم 2 بيقول يستخرج لام شمسية، استخرج لام شمسية. شرحنا قبل كده في السابق وقلنا ان اللام الشمسية لام لا تنطق في القراءة عكس اللام القمرية. اللام القمرية يا ولاد تنطق في القراءة. وقلنا كمان ان عندي مجموعة حروف بتميز لي اللام الشمسية عن اللام القمرية، وهي في اللام الشمسية التاء والثاء، أحسنتم، ها، التاء والثاء والدال والذال والراء والزي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون. وكمان قال لي إن الحرف الشمسي بيوجد عليه، أحسنتم، شدة. عندي الحروف القمرية جمعناها في جملة جحا، غبي، فك، مخ، وقع. طيب نبص على الحرف اللي بعد الألف واللام، لو لقيته من الحروف الشمسية يبقى إذن الكلمة دي كلمة شمسية، وإذا لقيته من الحروف القمرية يبقى إذن الكلمة دي لام قمرية. طيب عندي كلمة التواصل، التواصل، أحسنتم، كلمة التواصل لام شمسية، يبقى كلمة التواصل لام شمسية لأن التاء من الحروف الشمسية. رقم 3 بيقول لي حرفا، استخرج حرف. واحنا اخذنا نوعين من الحروف، وهو حرف الجر وهي من والى، عن وعلى، في الكاف واللام والباء، وهي حروف كلمة كلب. وقلنا كمان حروف العطف ثم والفاء ووا، ثم والفاء والوا. طيب عندي هنا في القطعة كلمة ومهارات، ومهارات، يبقى الواو، أحسنتم، الواو، أحسنتم. طيب لام قمرية، ولسه ذاكرين حالا الحروف القمرية والتي تتلخص في جملة جحا، غبي، فك، مخ، وقع. طيب لام قمرية زي كلمة ايه يا ولاد؟ ها ها، المرضى او المشكلات، كلمة المشكلات. طيب مد بالياء، مد بالياء زي كلمة برافو عليكو، التفكير، التفكير. واحنا قلنا في المد بالياء ان الحرف الممدود وهو الذي يسبق المد بالياء اللي هو عندي هنا ايه يا ولاد؟ حرف الكاف، حرف الكاف لازم يوجد عليه تحته قصرة. طيب بعد كده بيقول لي صوب الخطأ، يلا نصحح الخطأ مع بعض. بيقول لي انت فنانة ماهرة. طيب هو ينفع أنت مذكر مع فنانته مؤنثة؟ لا طبعا، يبقى بدل أنت هحط أنتي، يبقى أنتي فنانة ماهرة. طيب نحن أحب الرياضة، نحن أحب الرياضة، هل يا ترى تنفع نحن جمع أحب الرياضة مفرد؟ لا طبعا، يبقى نحن دي للجمع أو المثنى، إنما أحب الرياضة دي للمفرد، يبقى هتبقى إيه يا ولاد؟ أنا، أنا أحب الرياضة، أحسنتم، أنا أحب الرياضة. طيب كم تستيقظ من النوم؟ كم تستيقظ من النوم؟ هل هي جملة مفهومة يا ولاد؟ في حاجة اسمها كم تستيقظ من النوم؟ لا طبعا، هتبقى إيه؟ من أدوات الاستفهام خدنا هل، ما وماذا، من، كم، متى، أين. طب هنا تستيقظ من النوم بيتحدث عن ايه؟ قال لي بيتكلم عن الوقت، يبقى أداة الاستفهام اللي بتتكلم عن الوقت وهي
متى، برافو عليكم احسنتم. يبقى اداة الاستفهام اللي بتتكلم عن الوقت، متى احسنتم. اختر الحرف المناسب، ثم والفاء وواء، وهي حروف العطف يا اولاد، وشرحناها قبل كده وقلنا ان حروف العطف كل واحدة ليها معنى. ثم بتفيد ها، ها يا اولاد مين يقول لي ثم بستخدمها امتى؟ قال لي ثم بستخدمها لما يكون في فترة زمنية في الجملة، يعني مثلا اكلت ثم ها ذهبت. طيب اما الفاء فهي تفيد الترتيب، يعني الاول مثلا كتبت درس القراءة ثم كتبت درس النصوص. طيب الواء وهي تفيد الفعل معا، معا. طيب بيقول لي رقم واحد ذهبت انا نقط امي معا الى الحديقة. طب معا يبقى الاتنين ذهبوا في وقت واحد مع بعض، هتبقى ايه يا ولاد؟ ذهبت انا وامي، احسنتم، ذهبت انا وامي معا الى الحديقة. رقم اتنين القطار نقط ركبت، القطار نقط ركبت. يبقى أول حاجة حصلت إن القطار جاء، بعد كده ركبت، القطار جاء ثم لأ طبعا فركبت، أحسنتم، يبقى القطار فركبت، يبقى جاء القطار فركبت. طيب بعد كده بيقول لي ضع حرف جر مناسب، ضع حرف جر مناسب. بيقول لي العصفور نقط القفص. طيب احنا خدنا حروف الجر قبل كده وقلنا ان حروف الجر من وإلى، عن وعلى، في، الكاف واللام والباء. طيب بيقول لي العصفور نقط القفص، يبقى ممكن تبقى ايه يا ولاد؟ ها العصفور في القفص، احسنتم، يبقى العصفور في القفص. نصنع الملابس نقط القطن، هيبقى نصنع الملابس من ايه؟ من القطن، يبقى نصنع الملابس من القطن. طيب ذهبت نقط المتجر مع ابي، ذهبت نقط المتجر مع الابي، مع ابي عفوا، يبقى ذهبت الى المتجر مع ابي، ذهبت الى المتجر مع ابي. طيب بعد كده بيقول لي لماذا يتمنى احمد ان يكون طبيب؟ ها يا ولاد لماذا يتمنى احمد ان يكون طبيب؟ قال لي يتمنى احمد ان يكون طبيبا ماهرا مثل ابي، يبقى ليكون طبيبا ماهرا مثل ابي. بعد كده بيقول لي اذكر بعض مهارات الطبيب، احنا خدنا من مهارات الطبيب مهارة ها حل المشكلات والتفكير الجيد، يبقى من مهارات الطبيب مشكلة حل المشكلات والتفكير الجيد، يبقى حل المشكلات والتفكير الجيد. أحمد سأحاول تنمية هذه المهارات حتى أكون طبيبا ماهرا مثلك يا أبي، يبقى تاني أحمد سأحاول تنمية هذه المهارات حتى أكون طبيب ماهر مثلك يا أبي. طيب هنا بيقول لي هات من الفقرة ما يلي كلمة معناها زيادة، كلمة معناها زيادة. هيا يا ولاد زيادة، كلمة معناها زيادة، برافو عليكم احسنتم، تنمية، يبقى تنمية معناها زيادة. طيب رقم اتنين بيقول لي كلمة مفردها المهارة، كلمة مفردها المهارة، يبقى كلمة ايه؟ المهارات، احسنتم. طيب بيقول لي السؤال اللي بعد كده اكمل يحتاج الطبيب الى ها لمهارة حل المشكلات، يبقى يحتاج الطبيب لمهارة حل المشكلات لإنقاذ حياة المرضى، يبقى يحتاج الطبيب لمهارة حل المشكلات ها لإنقاذ حياة المرضى. طيب ماذا يتمنى أحمد؟ ها يا ولاد ماذا يتمنى أحمد؟ يبقى يتمنى أحمد أن يكون طبيبا، يتمنى أحمد أن يكون طبيبا، أحسنتم. أشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو القادم، وأتمنى أن تكون استمتعتم من هذا الفيديو. شكرا لحسن استماعكم.